في حصيلة جديدة لضحايا السيول، سجلت محافظة نينوى وفاة نازحين اثنين في المخيمات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت اليومين الماضيين والمستمرة حتى الآن. مدير ناحية الجيارة صالح الجبوري وفي تصريح خاص به قناة الفلوجة أكد تحطم 6 قناطر على طريق الجيارة نينوى والجيارة بغداد، موضحا أن السيول أغرقت عشرات الدور في قرية الجدعة الواقعة جنوب الموصل. من جهته كشف مدير وجرة نينوى خالد عبد الكريم عن تضرر نحو 5000 خيمة جراء السيول والأمطار، موضحا أن دائرته استنفرت جهودها لإغاثة النازحين والمتضررين. تعال يا خالد تعال. هاي ناشد المحافظه ناشد الحكومه ناشد شوفوا حالتنا ارحم حالتنا احنا النازحين ديارنا محرره وما ما عندنا فلس نروح عليها لا راتب لا سياره لا شيء وفوق الفوق شوف مطر رب العالمين سوى بينا وبحالتنا لا ظل عندنا مونه لا ظل عندنا هدوم لا ظل عندنا شيء نبي شلنا جهانا وركض فوق على الخيمه الفوق ندور القاع العاليه المي متر كامل بالخيمه متر عدل لا ظلمونه لا ظل هدوم كل شيء ما ظل عدل ارحموا بحالنا يا قتلونا خلصوا علينا فرد نوبه وحطونا سم وخلصونا.